السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. قام المحامي هشام تميم محامي الفنانة سمية الخشاب بعمل معارضة على الحكم بحبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، حيث حددت النيابة العامة جلسة جديدة للقضية يوم 7 ديسمبر القادم، بعدما حصل سعد على حكم غيابي في الوقت الذي كانت تكرم سمية الخشاب في برشلونة. كانت سمية الخشاب تفاجأت أثناء تواجدها في برشلونة بصدور حكم غيابي ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، وألزمها بدفع كفالة قدرها 50,000 جنيه لإيقاف حكم التنفيذ. وأصدر أحمد سعد وقتها عبر حسابه الشخصي على إنستغرام بيانا جاء فيه: برغم كل ما أسير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي، وأنا الآن خارج مصر، أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية بنفوس راضية. وأضاف سعد بالبيان: اتفاجئت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة، ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لتصوير كليب جديد، وذلك بعدما قدمت كليب بعنوان بتستقوى وحقق ملايين المشاهدات، والكليب جاء من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع الموسيقي محمد عباس ومن إخراج جميل جميل مغازي. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.